كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كما كتعرفوا في إطار يعني التخفيف من أثر انتشار مهول ومخيف ديال فيروس كورونا على مستوى المملكة المغربية، ارتأت جمعية الهوات التنمية الثقافية الاجتماعية إلا أن تقدم مجموعة من المساعدات وإعانات غذائية لفائدة الأسرة المعوزة والهشة على مستوى إقليم بوجدور. اليوم هذا العمل كيدخل في إطار عمل إحساني تطوعي للجميع، كيعرف على أساس أن مجموعة من الأسر على مستوى الإقليم في إطار يعني التدابير والإجراءات الاحترازية للضغط اتخذتها السلطات الحكومية على رأسها سلطة وزارة الداخلية والسلطات الصحية، توقفت مجموعة من الأنشطة اللي عندها علاقة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية اللي عندها علاقة بالمواطنين. ارتأينا احنا كفعالية جمعوية بالضبط جمعية ذبوبة التنمية الثقافية الاجتماعية أننا نقدموا مجموعة من الإعانات، مجموعة من المساعدات الغذائية لفائدة الأسر المعوزة. نتمنى إن شاء الله على أساس أنه هذا العمل يحاول يخفف من آثار لترك آثار مهولة لترك هذا الانتشار المهول المخيف لهذا الفيروس كورونا لكي يهدد العالم. من خلال منبركم نبغي نوجه واحد النداء الشكر لساكنة إقليم بوجدور على أساس أنها تماشت مع مقتضيات ونزلتها تنزيل فعلي مقتضيات حمل الطوارئ الصحية، ونتمنى على أساس أنه إن شاء الله يواصل إلى الأسبوع القادم والاختبار الحقيقي على مستوى المملكة للتطبيق والتنزيل فعلي لمقتضيات حمل الطوارئ الصحية. ومن خلال منبركم كنبغي نقدم الشكر الجزيل لكل فعاليات الجمعوية فعاليات السياسية والاقتصادية اللي ساهمت في إطار حملة إعانات ومساعدات غذائية لفائدة الأسر المعوزة والهشة. لا أنسى كذلك من خلال منبركم نبغي نوجه واحد النداء لكل مسؤولين على مستوى الإقليم وعلى رأسهم السيد العامل على أساس أنه يتم انطلاقة عملية تبرع بالدم لفائدة المرضى، لأنها كتدخل في واحد العملية إحسانية بدرجة أعلى وأكثر من المساعدات والإعانات الغذائية للمواطنين وفي حاجة مسألة. اليوم احنا داخل إقليم بوجدور كنعبروا على المستوى العالي للعمل التضامني والتكافل ما بين المواطنين وما بين المكونات وساكنة الإقليم، والحمد لله هادشي كيبشر بالخير في إطار هذا العمل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.